يعني هون عندنا الوضع بالغوطة كله شوب، يعني درجة الحرارة مرتفعة وفي ناموس وفي يعني بالنهار كله دبان، ولازم يعني يرشوا أدوية هون مشان الحشرات، يعني بالطرقات يعني بيرشوا هيك مثلا على الحاويات على الطريق كذا يرشوا، بالليل كله قرص يعني ما عم يحسن الواحد ينام كل الليل، نفتح الشبابيك لا في كهرباء لا في شيء، يعني وضع يعني لازم يبخوا يعني يرشوا أدوية كذا.